الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال أو سؤالين في ورقة واحدة، يقول: هل هنالك هجر في القرآن والسنة؟ الهجر يا أخواننا هو أصلا الترك، والهجران في الشريعة الإسلامية بين المسلم وأخيه المسلم من غير سبب شرعي حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن يا أخواننا، إذا كان للهجر سبب شرعي فإنه عند ذلك يشرع الهجران، ويشرع في أحوال. من هذه الأحوال: في البيت، المرأة إذا كانت ناشزة على زوجها، والشريعة سمتها ناشز من المترفع والعالي، يقولوا المكان ده ناشز معناته عالي، فهي مرأة عالية على زوجها، وربنا سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، أي أن يخرجن على طاعة أزواجهن وأن يتكبرن على أزواجهن. والعلماء قالوا هذا يرجع إلى عرف الناس. يعني مثلا عندنا في السودان معروف إنه الزوج عليه النفقة مثلا، والمرأة عليها أن تدبر شؤون المنزل بالمعروف وبالمعاشرة الطيبة وبحفظ المكانة إلى آخر. فإذا امتنعت هذه المرأة وصارت تعصي زوجها في أوامره التي لا تخالف شرع الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف. فإذا نشزت هذه المرأة، فربنا سبحانه وتعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. أول مرتبة لقيت مرأة بتمرق على كلامك وما بتسمع كلامك وبتخالف الدين خاصة، فانت اول حاجة بتوعظها بالكتاب والسنة. ودي دائما يا اخواننا البيوت اللي بتمشي لقدام، ده بيت مؤسس على الدين ومؤسس على التقوى، عشان كده ده بيت بيكون مستقر، لانه اول حاجة مش فتش ذات الدين. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الخلافات في البيوت بتحصل، لكن إذا حصل الخلاف فإنه يرجع كل من الرجل والمرأة من الزوجين يرجعان إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ تحصل الألفة وتزداد المحبة وتكون أسرة مترابطة. فهمت؟ فأول حاجة بتوعظة: يا مرة ربنا قال كده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده، ما تسمعي كلام أهلك، ما تمشي الحفلات، فهمت؟ ما تمشي للفقراء والدجالين. أول حاجة بتعظة. نمرة اثنين، بتهجر في المضجع. يعني قال العلماء: يوليها ظهره ولكن يبيت على الفراش. وده شديد جدا على المرأة. المرأة لو عملت لها ملاح وانت معايا، انت لو كويس انت لسه 10 بالليل بتكون كايس للدرون، فهمت؟ فدي شغله صعبه جدا، عشان ما ربنا خلق المراه وخلق الراجل. عشان كده شوف انت لو داير تعرف، لو داير تعرف يعني داير تعرف طبيعه المراه، ولا ينبئك مثل خبير. ربنا سبحانه وتعالى انزل لها التشريعات التي تصلح هذه المراه، فهمت؟ فعشان كده انت دائما زواجك خليه زواج على السنة، واختار المرأة التي على السنة.
فيهجر فإن أبد فيضرب. الشاهد من الكلام إنه ده موضع من المواضع يجوز ويشرع فيه الهجر. الموضع الثاني وهو إذا جاء الإنسان بأمر باطل محدث، خاصة إذا كان داعية من الدعاة، ده بإجماع العلماء إنه ده يهجر لا يسلم عليه، داعية من دعاة البدع. عشان ما في أحد يقول لك يا أخي أنتوا ناس متشددين والمجتمع ده يعني حيقعد فوق منه ودينكم ده جبراو. احنا ما بنتكلم عن بقية أو عوام الناس، احنا بنتكلم عن أئمة بتاعين ضلال زي حميدة. والله أنا بوريك بكلمك بنصوص شرعية، حميدة سلم عليك ما ترد عليه والسلام، ما داعي للبدعة، فهمت؟ جاء جلس في مكان تقوم منه تخلي له طوالي، قال لك أكلمك بآية، قل لي ولا نصف كلمة. الكلام ده قال السلف ما قلناه ونحن، فهمت؟ عشان كده الإمام مالك يروى عنه أنه قال لا يجالس أهل الأهواء إلا بالإنكار عليهم. وقال الإمام الصابوني في عقيدته رحمه الله المسمى التي سميت بعقيدة السلف أصحاب الحديث، قال ولا ويجب صون آذانهم، ويرون أي أهل السنة والجماعة صون آذانهم عن سماع أباطيلهم، يعني أباطيل أهل البدع الكلام الباطل اللي بيجيبوه ديل. يجي يقول لك حمادة، يجي يقول لك تعمل حجاب، ليه بركز على الحجاب؟ بعدين يا حمادة انت المفروض تتطور شوية، تتطور شوية يا حمادة. الناس اللي شافوه قبل 30 سنة وهسي بس إلا فرق الشيب، ما في أي حاجة. مفروض تعمل لك حجاب بيولع بالواتساب، فهمت؟ ولا حجاب إلكتروني، ولا حجاب بتتحكم فيه بالشبكة، حجاب يكون ذاته حاجة كده مواكبة، فهمت؟ يركز لك على الحجابات لأنه عنده فيها قروش. يجي يقول لك يجيب لك قصص باطلة وموضوعة، كما يروى وينقل المتصوفة الضلال إنه في حاجة اسمها حرز أبي دجانة. يقول لك أبو دجانة رضي الله عنه الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له في شياطين في البيت بتاعي وكده، والنبي صلى الله عليه وسلم نادى علي بن أبي طالب وكتب كلام طويل وقام علقه، والصباح قال ما شفت حاجة. الإمام البيهقي روى هذه القصة في دلائل النبوة وقال وهذا سند باطل، لكن دي ما بجيب لك حميدة لأنه دي لو جابه بيرجع بالورق بتاعه، الورق الجاي بيعه لك بيرجع به. والإمام الذهبي رحمه الله برضو قال القصة دي موضوعة، وكذلك الإمام ابن كثير برضو قال القصة دي موضوعة. والباطل الكذب الموضوع هو من أعظم المحرمات، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وتواتر أنه قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وشر الكذابين زي ما قالوا العلماء هم الصوفية، زي ما قال الإمام السيوطي في ألفية الحديث عن الوضاعين، قال وشرهم عن الوضاعين وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا. زمان نحن كنا في الأساس واحد تجاني، أبوه تجاني وهو ولد التجاني حيطلع زفت إلا أن يشاء الله، ما زي وأبوه فكيه حيطلع شنو يعني. الصوفي بخرج لك شنو؟ معقول يخرج لك شنجيط؟ إلا ربنا يهديه ويمن عليه بالهداية يخلي الطريقة التجانية. ده زمان كان بيقول إنه عندهم حجاب أو عندهم ذكر إذا قريته في العمر ولو مرة واحدة تتحقق جميع أحلامك، ده نمرة واحد. نمرة اثنين يوم القيامة بتموت على حسن الخاتمة وما في سؤال بتاع ملكين، ويوم القيامة بيكون عندك مدينة، المدينة فيها 100,000 قصر، القصر فيه 100,000 بيت، والبيت فوقه 100,000 غرفة، والغرفة فيها 100,000 سرير، والسرير فيه كده يعني بالكذب ده يفتح شغل سخن معه، فهمت؟ اصبر اصبر لسه الشغل جاي ورا. فده كله يا اخواننا، دي كلها يا اخواننا من الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام شرع للناس الاذكار الشرعية، القرآن
تشيل مصحف تقرا من المصحف ثاني حين ماذا ده؟ امشي شوف له شغله ثاني ما يغش الناس. ما فيها ناس حجاب بينفعك. انت ما شفت الجامعه خليل ابراهيم ذاك اسمه منو الجمالي ولا مين؟ هاي زول مربط حجبات كله حجبات. دقوا لك دانا انتهت منه مره واحده. فهمت؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. واذا اراد الله بقوم سوءا لا مرد له وما لهم من دونه من وال. ولذلك اخواننا الهوس بتاع الصوفيه ده اذا زول بقى داعيه بتاع الضلال ده تهجره زي حميده ده. والبنت مشغله من رمضان بيغش بها الجماعه دي قال بتتكلم عن مستر هنفر. زمن الشيخ محمد عبد الوهاب كان في هيدفون بيسجل على قال عشان تعرف كذب حميده كان ما كان في هيدفون بيسجل. لكن ده بغش الناس المساكين في ثلاثه من اعمامك كبار واحد فوق مظن قاعد في البيت فضلوا نفرين ثلاثه ورابعهم كلبهم حميده. فهمت؟ ده اللي قاعدين يسمعوا له لكن ما في حاجه. فاذا كان الزول داعيه للباطل وداعيه للضلال ده ما بيجوز للانسان انه يحضر له. لانه ربنا سبحانه وتعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يا اخي اذا كان السمانيه في الكتب بتاعتهم بيقولوا انهم بيهرشوا ملك الموت كتاب زهير الرياض الصفحه 134 وانت ماشي قدام قال من كرامات احمد الطيب ده شيخ بصلعه ده فهمت؟ ده شيخه قال انه الشيخ احمد الطيب البشير بيهرش ملائكه الموت. قال ويحكى قال حكى لي الشربيني فهمت؟ قال ان ولده احمد لما ضعف وجاءته ملائكه القبض لقبض روحه قال لهم الشيخ ارجعوا الى ربكم فان الامر قد نسخ. والله ده شيخ ابصر عزاته معقول فاخورته دي تكون فيها حاجه؟ فهمت؟ ده شيخ دلوكا ده معقول عنده حاجه؟ فهمت؟ في نفس الباب بتاع الكلام الفارغ ده قال انه احمد الطيب مات واحد بقاري قال دي لهن عشان ما تقول لي نبسهم. فهمت؟ قال لما مات اسمه ابي شيب الطيار قال احمد الطيب مشى له بعد ما دفنوا في القبر والناس كلهم قال لهم فوتوا بعيد قال فاتوا الا واحد اتدس تحت قبر انا ما اعرف ده قبر اللي بدي يسلوه بني ادم المهم مشينا الكضبه دي. فهمت؟ قال واحد وقف اسم احمد الطيب بيتكلم مع الميت ده يا زول انت اذا ميت ثاني ما بتسمع الله يهديك ولو سمعت ما بتستجيب. لكن يا اخواننا لو بيجي الصوفي بيبقى ما عندك عقل تتكلم مع الميت وتسك الكيس اللي بقى ما فيه وممنوع وموضوع طويل جدا. فده قال مشى بعد ما دفن الزول ده قام قال له يا ابويا الشيخ يا اخي انا ما اشيل 30 سنه من عمري وديك ليه. الميت قال له لا 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 لانه انت زول صالح. لا والله ابويا الشيخ اديك ليه. لا والله ما اديك ليه. قال لي يا اخي انت يا احمد الطيب لو قعدت الناس بينتفعوا بك. فقال بعد ذاك ودع وفات. فهمت؟ بعد وما يجوا جوا القبر قال لا خلاص ودعناك الله ومشى خلاه. كذب وباطل يا اخطر من ده ذاته. الصفحه 134 135 احمد الطيب عبد المحمود بينقل عن واحد اسمه عبد الله بعلوي. فهمت؟ ده قال لما جات الملائكه للمريد بتاعه قالوا له يا اخي قالوا له من ربك؟ للمريد ده جابوها السمانيه قال ربي يا الشيخ عبد الله بعلوي. والله ده الكلام مكتوب في الصفحه 135 على يدك الشمال. قال فأعاد عليه من ربك؟ قال ربي يا الشيخ عبد الله بعلوي. قال فقال له مرحبا بك وبشيخك عبد الله. بعد ده خلوه مشوا. ده ما كفر بالقران يا ناس. ده ما كفر باحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام. دي الطرق الصوفيه كده
إذا كان الختمية الواحد فوقهم بيقول أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. عشان كده أخواننا العلماء قالوا الموضع الثاني أئمة الباطل والضلال ما تقعد لهم. برضو لو لقيت لك واحد أنصار سنة لافي ما تقعد تسمع له. برضو لو لقيت حزب أمة تلقى لابس له قبة في رأسه وماشي بجلابيه ومجكم رايح جاي زي ما قال المصري ما تسمع له. لقيت أخو مسلم شغال انبسغت وفي ظل العيش الواحدة وبما أن الدقيق انبسغ فكه بالشبشب وتخرج فهمت؟ ما تسمع لهم. ده الناس عطالة كلهم مجارمة ما بيجوز الاستماع لهم لأنهم دل بيضللوك في دينك باسم الدين للأسف الشديد. فديل يهجروا ولا يسمع لهم. طيب قال هل نهجر صاحب البدعة ونهجر العوام والأتباع؟ الزول العام بده إذا كان فيه خير وكان زول بيسمع الأدلة كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فدين أنت يعني بتماشيه وتصاحبه على أساس أنك تهديه بشرط أنه يكون زول ما داعي للبدعة والضلال زي ما قالوا العلماء وكما قال شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله واستنادا على أدلة كثيرة. أما إذا كان الزول العام ده ذاته زول تلقاه بيسمع الكلام وما يستجيب فده انت ما تماشيه وده تهجر ذاته لأنه ممكن يجرك معه فهمت؟ طيب هنا واحد قدم سؤال ده ذاته ده الحجاب بتاع حميدة والله حميدة برضو ما مشكلة لكن اتطور بقى يطبع الحجاب بتاعه حميدة. طيب قال فائدة أهل الكهف دي فائدة قال من كتبها وعلقها على صبي لا يبكي. يا ناس يا حميدة والله يا حميدة دي أنا لو علقت عليك أنت ذاتك تبكي خليك من الصبي ناسي. وبعدين الصبي لو ما بكى دي مش مشكلة أنت ولدك الشافع الصغير قاعد له كم يوم ما قاعد يبكي مش أنت ذاتك بتقول الشافع ده نعرضه على دكتور أنت دار تعمل له شريطة دار تصمت الولد ولا شنو دار يصمتوا لك مرة واحد يديوا لك ريتينزا زي ما بقولوا الجماعة يصمتوا مرة واحد دار تبقيه وجارة بوكس أطرش ولا شنو المهم كده نمشي لقدام. دي أول كذبة لحميدة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي لجنو الفجور. قال من كتبها وعلق على صبي لا يبكي وما دام عليه إذا وضع المكتوب في الزرع لا يدخله السوس. تاني ما بزول يكذب وما بزول يرش مبيدات وسماد. قال لك ما عندك أي مشكلة الورقة دي بس تخدها في الزراعة تجي تلقى الزراعة بتاعتك ما فيها أي سوس. هو حمادة سنون ومسوسات كده خليني من الزراعة تجي تقول لي يا ناس ما تلعبوا علينا يا حمادة ده الكذب ده بجيبه من وين يا ناس انت مسيلمة ده بيبقى لحمادة جنو. طيب كده نواصل. قال ومن حملها علي في كاغد طبعا دار الجدع قال وسافر فإنه يأمن من جميع المصائب طول سفره. قال خليك من السفر انت هنا يا حمادة الحلقة دي معكرة مزاجك هل تستطيع أن تأمن من هذه الحلقة؟ عشان تعرفوا كذاب ساكت كذاب ما عنده أي حاجة. وزمان قبل الأسبوع الفات كان بيشتغل بالليل أسي بالليل بقت ما جايب اليومية حقتها بقى يشتغل من النهار فهمت؟ زباين قال له لسه يا حميدة والله الشريك ده غير يورطك ويقطعك ما تستفيد منه أي حاجة. قال وها هي أسماء أهل الكهف مقسمينا وفي شمالينا وتاريخا ومرطوس وكستونس وبيرونوس وديموس وقالوس والكتب اسمه غطمير. يا ناس ده شنو ده ديل اصحاب الكف ما في كلام زي ده يا اخ ده زول كذاب ساكت حميد زول كذاب فهمت بيفتري على الناس. قال ثانيا قال الامام علي كرم الله وجهه وده كلام الشيعة لأنه الشيعة بيقولوا ليه يقول لك علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ليه الشيعة يقول لك ما سجد لصنم قط. طيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما سجد لصنم قط عثمان بن عفان رضي الله عنه ما سجد لصنم قط
ليه ما بتقولوا كرم الله وجهه؟ ده الباب بتاع الشيعة، عرفتها؟ لكن الزول ده زول شغال ساكن دفن الليلة بكرة عن برا، ما عنده أي موضوع، أي حاجة بلقطها. طيب قال علي سبع نفر أسماؤهم يمليخة ومكشلينة وشملينة، هؤلاء أصحاب اليمين، أي يمين الملك. وكان عن يساري مرنوس ودبرنوس وشادنوش، وكان يستشير هؤلاء الستة في أمره، والسابع الراعي الذي رافقهم حين هربوا من واسهم كلبهم قطمير. كلام ذاته غريب ذاته. ثالثا قال تعالى ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن العباس رضي الله عنه، حميدة ساقط لغة عربية، قال ابن عباس، مش ابن العباس، عبد الله ابن عباس، فهمت؟ قال أنا من أولئك القليل، كانوا سبعة وهم مكينة ويمليقة ومطرنوس، قال وكفشة طوش وهو الراعي. طبعا حميدة دار يجيب لك الأسماء دي عشان لو فتحت الحجاب بتاعه ولقيت الأسماء دي يقول لك لا يا أخ، دي ما أسماء شياطين، ديل أصحاب الكهف، لا، ديل الشياطين بتاعين حميدة، فهمت؟ الشغالين مع حميدة ديل الأسماء بتاعينهم. بعدين نحن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف ما تعبدنا يا أخواننا، العلماء قالوا ده علم ما بينفع، علم ما بينفع. لو سألت الزول ما هو اسم الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، تلقى حميدة معه ثلاثة شياب بيتناقشوا للصباح في اسم الكلب، تلقى نفرين تانين بيتناقشوا في اسم النملة في قوله تعالى وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يتناقشوا للصباح. تلقى ناس بيتناقشوا في النحل، وناس بيتناقشوا في الفيل اللي ركب عليه إبرها أو جابوا إبرها وكان داري يعني يهدم الكعبة، عرفتها؟ تلقى ناس بيتناقشوا في الموضوع ده. يا أخواننا في أمور في الدين ربنا سبحانه وتعالى ما كلفنا بها، فهمتها؟ فإنت ربنا يا حميدة من سورة الكهف، أنا عشان أقدم شيخ أبو بكر، من سورة الكهف ربنا يتعبدك بأمور. أول حاجة أصحاب الكهف ديل كان أهل توحيد يا حميدة، ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه شنو إلها لقد قلنا إذن شطط. ده الموضوع هنا، الموضوع إنه أصحاب الكهف مرقوهم أهلهم من الحلة بتاعتهم، ليه؟ لأنه أصحاب الكهف كانوا ناس موحدين، ده الموضوع. وإنت يا حميدة زول من دعاة الشرك، من دعاة الشرك، فإنت ما بتنفع يا حميدة تستدل بالكلام ده. وربنا سبحانه وتعالى القرآن يا أخواننا ما جابوا لنا ورق نعلقه، ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك شنو ليتدبروا، لكن حميدة بدل ليتدبروا قلب ليشربوا آياته وليعلقوا آياته، فده يا أخواننا كله من الباطل ومن الضلال. قام قال في الورقة بتاعته دي ملانة شرك ذاتها، في آخر كلام قال اللهم، قال برضو من الفوائد بتاعت الورقة دي، اسمع حميدة الكذاب، حميدة الكذاب اسمعوا، قال قال هذه أسماء أهل الكهف تصلح للطلب والهرب، يعني لو داير حاجة وخايف من حاجة تجيب شطمطوش، لما تقول شطمطوش يكون شمطوك ببسطونة لما ظهرك يتعوج، في تقعد تنادي يا أخ تنادي، ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأهل الكهف دي الصالحين، لكن ما بجوز دعاهم مع الله، دعاهم مع الله شرك. ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله شنو أحدا، فهمت؟ وربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بعدين لو اعتقدت إنه في أسماء بتنفع وتضر، ده من الشرك في الربوبية ذاته، لأنه اللي بينفع ويضر هو الله. ربنا سبحانه وتعالى قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ولو كانوا أصحاب الكهف رضي الله عنهم، ربنا سبحانه وتعالى قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة
هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، الله كفاني أنا براو سبحانه وتعالى. قل حسبي الله علي توكل المتوكلون. طيب يا ناس، الليلة نحن في السودان ده وفي سوق ستة ده، كويس؟ الليلة نحن أكبر مشكلة بالنسبة لنا في السودان دي شنو؟ العيش، صح؟ طيب يا حميد، أقول الأصحاب خلي العيش يجي واقع عليك، قول الأسماء دي، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. طيب، قال أسيل يهودي منو؟ والله حميد كذاب كذب، لكن طيب، قال وبكاء الطفل، قال ويوضع تحت رأسه في قرطاس وترفع على خشب منصوب في وسط الزرع وللضربات الحمى والمثلثة. شفتها؟ اسمع لسه الكذب، اسمع وهابي بتاع شنو، اسمع الكذب حقك. قال لو عندك حمى مثلثة، حصل لقتكم حمى مثلثة؟ الدكتور لما يجي يعالجها بيمرق المتر، يقول لك كده نشوف زاوية منفرجة ولا 45 درجة، يا ده انت موهوم ولا شنو؟ طيب، قال والصداع، قال حماده انت متكذب على منو؟ الورقه دي بتشي من الصداع. قال والغنى، دار تبقى غني شيل الورقه دي. حماده انت بتشحط في العصير بتاع رمضان حق المويات يا حماده، تجي تتكلم عن الغنى والقروش يا حماده؟ انت كنت بتشحط في 5 جنيه قبل سنه بغادي عشان المكنه بتاعت عربيتك ال 76 تشتغل، والليله دارت تتكلم عن انه حجابك بينفع للغنى يا حماده؟ انت بتكذب على منه؟ لكن حماده اتكشف، والله اتكشف كشفه. مره واحد من الشباب لاقاني في جامعه السودان القسم الجنوبي بيقرا من النيلين، قال لي انا في مايو قاعد في مناسبه الصباحيه، بعدين في شفع صغار بيشغلوا المقاطع بتاعت اخواننا الدعاه ديل، شفع صغار في مايو، كويس؟ بعد شويه قال قاعدين يتغالطوا في زول، يا زول ده حماده؟ لا ده بعد شويه قال له والله ده حماده ذاته شغل حمامات، ده شاب صغير. انت اتكشفت يا حماده، اتكشفت للناس، اشوف عرفوك فهمت يا اخي؟ انت عارف اشايف ده النظام بتاعه، كويس؟ ما بتقدر تشتغل معانا، لكن زول ده انكشف والناس اللي معاه كلهم فرتقوا. زول يكذب على الناس، زول ده يجيب لك كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما جاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نخلي كلام الرسول ونباري الشيخ أبصلع شيخ الحمامات، ولا ناخذ كلام شيخ الحمامات ونخلي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أي حجاب شرك بالله، فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام، شفت حميدة لما يفتر بيستعين بالمرة دي، المرة الكافرة دي يستعين بها. أسي لو سألت حميدة قلنا لو كده ترجم لك كلمة بيعرف؟ يا حميدة ما بيعرف يا خلاه هديك، انت مالكم على المرة ذاته، فهمت؟ عشان تعرف الهوس بتاع حميدة. طيب، قال ومن الغنى والجاه والدخول. يا حميدة نحن نذكرك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما شنو؟ نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون شنو؟ مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه شنو؟ الملك، فيؤمر ب4 كلمات. الزول البكورك من بلغ خليه كورك، فهمت؟ قال يؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني أنت لو ربنا سبحانه وتعالى كتب غني وشلت الورقة بتاعت حمادة دي بتنفعك؟ ما بتنفعك، فهمت؟ لو ربنا سبحانه وتعالى كتبك فقير ما بتنفعك، لو كتبك غني ما بتزيدك ولا بتنقصك حاجة. طيب نشوف الورقة بتاعت حمادة، قال والدخول على السلاطين تشد على الفخذ اليمنى. لو داير تخش على مثلا زول مسؤول كبير وداير عندك حاجة، قال تشيل الورقة دي تربطها هنا، والله تربطها هنا، تكون شغال جوا كده وبيجلدوا فوقك، يقول لك اتدخلك شنو انت؟ تتورس هاي تقعد تباري زول ده بيورطك ساكت، ده كلام فارغ ساكت. طيب قال ولعسر الولادة تشد على الفخذ الايسر،
للولادة، لو حصل عسر للولادة تجيب الورقة وتجي تربطها في المرأة. يا ناس أسيدي ما قلت أدب يا حميدة، دي ما وساخة. البدخلك محل المرأة شنو ذاته؟ أنت البدخلك محل المرأة شنو؟ ده كله هوا ساكت. قال ولحفظ المال والنجاة من القتل. والله يا غايته أنا الموضوع ده لو بيدي أنا أجيب لك حميدة وأربط فوق البتاعة دي وأمشي أوديه اليمن هناك أربطه قدام التاجر. ما قال من السلاح دي ها؟ قال والنجاة من القتل. أراك أطلعك فوق أشنقك فوق يا حميدة وأخلي الجماعة يوزنوك وينيشوك نشوفها بتمرقك. ورقتك دي ورقة زي دي تسوي الحاجات دي كلها؟ الورقة دي طيب مع حكومة؟ طيب الورقة دي مش حكومة بقت؟ وزارة الاقتصاد إن حميدة، وزارة الدفاع إن حميدة، وزارة الداخلية إن حميدة، وزارة الصحة والولادة إن حميدة. مش ده الموضوع يا حميدة؟ انت كذاب يا حميدة، ما عندك التكتح سجم رمادك ما عندك. طيب قال اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تتفرج به الكرب وتنحل به العقد وتنقضي به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى للغمام بوجه الكريم وآله وسلم عدد ما كان وما هو كائن، أن تحفظ حامل هذا الكتاب آمين. أول حاجة دي ورقة نمرة واحد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع مقامه العظيم وأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يفرج الكرب ولا ينفس الخطوب ولا تنحل به العقد، فهمت؟ وإنما النبي عليه الصلاة والسلام عبد لله سبحانه وتعالى خير عبيد الله كلهم عليه الصلاة والسلام، وهي من أشرف المنازل للرسول عليه الصلاة والسلام منزلة ومرتبة العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم. والكذب بتحمد هذا ما تسمعه، فهمت؟ الكلام الكثير والكذب الكثير بيقول لك الوهابية دين عملوا مذهب برام، ما عملوا. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان زول حنبلي، فهمت؟ وكان إذا تبين له الحق في أي مذهب بيمشي مع المذاهب، ودعا الناس إلى الرجوع للكتاب والسنة، ما دعا الناس لنفسه، ولا دعا النسوان يجن عشان عسر الولادة، ولا دعا الناس عشان الواحد يكون عنده قروش يجي يعمل له ورقة، وإنما دعا إلى الله سبحانه وتعالى. وهو مصلح من المصلحين رحمه الله رحمة واسعة، الإمام الشيخ العلم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولا نحن المنهج بتاعنا منهج بتاع تكفير زي ما قال حميدة. لما ظهروا ناس داعش أول ناس ردوا عليهم أخواننا ديل جزاهم الله خير، شيخ مزمل أبو بكر جزاهم الله خير، عملوا محاضرة في أكبر قاعة في السودان، قاعة الصداغة، القاعة الرئاسية حقت الرئيس ذاته. الشيوخ بتاعين البلد كلهم ملاوزين أنصار السنة، يا ناس يتكلموا في داعش، يقول لك طبعا الجماعة تبلورت ثم تمحورت ثم انبسغت، ما بتفهم أي حاجة، ما في شيء. الأخوان المسلمين يقول لك إن طبعا لابد أن نعلم حقيقة الأمر، وإن الإعلام الموجود تنعكس فيه ظواهر سالبة. ده عاطل زاغ منا حمادة، قالوا له يتكلم في داعش بقى يفتش في الأورنجة في إمتى وبلقط خمسة خمسة من الناس، ما شغال بالموضوع. أخواننا ده الجزام الله خير قالوا لو ناس داعش دارين يفجروها نحن معاهم جوا في الغاح، في إمتى الناس دي اشتغلت وبينت الشغلة. والليلة في السودان التكفيريين والخوارج اللي بيحاربهم في الجامعات واللي بيحاربهم في المساجد وفي الولايات وفاتحين قضايا ضد اخواننا، اخواننا ديل جزاهم الله خير ربنا يتقبل منهم. فما تجي تكذب يا حميدة تقول خوارج، اخواننا ديل لو ما بيتكلموا في الخوارج كان الخوارج ديل عملوا لهم قنبلة، قنبلة متفجرة في صلاتك دي والله تطير حمام حمام، سايفون سايفون تتقطع، فهمت؟ لكن اخواننا ديل جزاهم الله خير نشفوا لك حلقة التكفيرين في البلد دي كلهم، الواحد بقى عشان يتكلم بقى بخاف ما بيتكلم عدل، لأنه دي الدعوة السلفية اللي بتنفع الناس، لأنها دعوة مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي دعوة بتاعت بطون ولا دعوة بتاعت دنيا ولا دعوة بتاعت مناصب ولا دارين وزارات ولا دارين قسمة ثروة وسلطة، وإنما هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تتواصل إن شاء الله الحلقة في الأسابيع القادمة.